في إحدى أنفاق الإنفاق تسكن تعددية الرواتب متوارية عن الأنظار، آخرها ما كشفت عنه اللجنة المالية بتقاضي 250 ألف موظف أكثر من راتبين، تثقل كاهل الاقتصاد المنهك من الأساس. هدر أم فساد، حقوق أم غنائم، بكل الأحوال تخلق فجوة اجتماعية وتحرم طبقات شعبية من حق التعيق أو الإعانة، لتتكون طبقة اجتماعية تزداد ثراء على حساب طبقة أخرى تتقهقر فقرا. تأكيد هدر كبير وفساد مستشري واقتصاص يعني حصة المواطن الكفوء الذي يحتاج هذا المبلغ تهدر إلى ناس آخرين لا يستحقوها، وربما راتبين وثلاثة وأربعة قسم منهم كما كشفت حتى في شبكة الحماية الاجتماعية هناك أرقام خيالية. هذا يؤثر على الميزانية ككل ويؤثر على التفاوت الطبقي والفروق الاجتماعية الكبيرة التي تحدث بين فئة وفئة أخرى. هذا عملية فساد، هذا مالي وإداري ليأكل حصة غيره. القانون لا يسمح بذلك أيضا، فتعددية الرواتب رغم قوانين العدالة الاجتماعية تدخل ضمن الازدواج الوظيفي والذي خلقته طبقة سياسية لإرضاء البعض خلافا للقانون. أكيد أكو هناك جهات توسطت لهذه الأفراد ومنحتهم هذه الوظائف خلافا للقانون. القانون حدد بأن كل مواطن عراقي له حق بالحصول على فرصة عمل وليس أكثر من فرصة عمل، إذن هذا المخالفة صريحة وتقع جزء من اللوم على ذول الأشخاص الذي أو المتنفذين الذي منحوا هذه الفرص. وفي حديث الرواتب يتحدث مختصون عن درجات خاصة تستحوذ على ثلث ميزانية الدولة، وصل بعضهم إلى استلام 26 راتب تحت تسميات دينية وسياسية تثير استغراب الدين والمنطق، وهذا يدخل ضمن تهريب الأموال الذي توعد رئيس الوزراء بإنهائه دون تنفيذ إلى الآن. ضحى عنبر، الرشيد.